يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى، وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، دايماً كل أسبوع بنتكلم مع بعض وبنحكي وبنعرض مشاكلنا، مشاكلنا اللي بتهمنا إحنا، بتهم جوزي، ولادي، شغلي، نفسيتي، جانا مشاركات كتيرة جداً على حلقة المشاكل النفسية وإزاي بتأثر على الجسم وبجد بشكركم إن أنتم متابعين دايماً حلقاتنا، وحقيقي فعلاً الحلقة دي عملت صدى كبير لأن كتير مننا جدا تعبان نفسيا فلما بنتعب نفسيا بنتعب جسديا فعشان الناس اللي كانت بتخاف وانا ضغطي وانا داخل على مرحله صعبه فعرفناكم في كل الحلقه ان ازاي الضغوط النفسيه والاستراس بتاثر ازاي على المخ والاعصاب والجسم كله يا رب نسمع الكلام ونتعظ ونهتم شويه بصحتنا وكلامي لكل الستات اللي بتتفرج عليا اهتمي بصحتك مفيش حد هينفعك ودايما زي ما بقول لك لو وقعتي مش هتلاقي حد في ظهرك طيب النهارده هنتكلم على ايه يا ايمان يا مختار النهارده هنتكلم بقى يعني مع المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها بقينا نادرا ما بنسمع كلمه لم الشمل الله والله الكلمه دي وحشتني ما بقعدش قاعده مع اتنين متجوزين ومعاهم مشاكل آه وفجاه طلقوا. ولاقي كده حد كبير كده بيفهم كده في العيله الاقي بس أنا يقول ايه قوم قوم يا ابني قوم يلا عشان اصلحك على مراتك خلينا نلم شمل البيت ده لم الشمل راحت فين الجمله دي يا مصريين ده احنا المصريين الجدعان اللي دايما العاطفه بتغلب علينا انتوا عارفين يعني احنا ليه اكتر شعب عنده ضغط وسكر وامراض جهاز عصبي لان احنا ماشيين بالعاطفه احنا طول الوقت ماشيين بالعاطفه بندلدق عاطفه فكنا زمان كنا ما بيت آه المشكله كانت تعدي كده يومين ثلاثه تلاقي الام تلاقي الاب تلاقي الحما الحما الراجل آه آه لازم بيتدخلوا لم الشمل شوفوا بقى لو احنا بطلنا نسمعها فاحنا قررنا هنا من مكاني ده من القناه الاولى ومن برنامجنا ده يحكى ان ان احنا نرجع تاني على سماعنا كلمة لم الشمل راحت البال راحت البال والإنسان اللي عايش دايما في مشاكل وخلافات بيكون ما عندوش أصلا القدرة إنه يشتغل أو ينجح أو حتى يتقدم خطوة لقدام لأنه أساسا مش شايف حاجة غير المشكلة اللي هو قايم نايم عايش بيها طول الوقت عشان كده يا جماعة بجد مفيش أحلى وأجمل وأطعم من لم الشمل سواء على فكره لم الشمل ده يكون ما بين اتنين متجوزين ما بين اتنين متجوزين منهم مشاكل واطفال و... و... وعايزين نلم شمل البيت ده او ما بين اطفال حتى محتاجين تربيه ورعايه واحيانا كمان بنشوف مشاكل كتيره بين الاخوات بنشوف جرايم قتل ما بين الاخوات بسبب الورث والخناقه على الورث فالخلافات دي بتبقى كبيره جدا وبتكسر البيت وبتعمل شروخ في الجدران حتى ما بين البيت الواحد بين الاخوات حتى مشاكل الاخوات ديت محتاجه لم شمل كل يوم بنسمع عنها كل يوم في مشكله بشكل مختلف الاسره دي البيت ده لو العواميد دي كلها اتدغدغت كده وكسرت بيأثر على المجتمع اول ما المجتمع يطلع عليه المشاكل دي نلاقي بقى أطفال شوارع نلاقي إدمان نلاقي ستات مرمية في الشوارع بسبب مشاكلها والنفقة ومش لاقى تصرف على أولادها مشاكل مشاكل نفسية كتير جدا ممكن نأذي نفسنا بيها أو نأذي اللي عايشين معانا في البيت ويبقى في الآخر البيت كله تفكك وتكسر أطلق في إبريل عام 2018 وحدة الوحدة دي اسمها لم الشمل هدفها الأساسي هي حماية الأسرة المصرية والمساعدة في حل الخلافات وشوية نمسك يعني مش عايزة أقول كلام لغة عربية الحد من ظاهرة الطلاق لكن دي حقيقة إن إحنا نقلل 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 ننزل شوية بنسب الطلاق الموجودة في مصر بقت حاجة مرعبة يعني هنحاول نقلل نسب الطلاق ده الأزهر بقى يعني دي دي مسؤوليته نقلل نسب الطلاق الموجودة ولا ومش بس كده طب تعالوا بقى أنا ليه اتجوز واروح لحد ما انا رايح اتطلق او طلقت لا ده انت تعالالى بقى من البدايه من قبل بقى ايه يا حبيب قلبي ما تروح تتجوز سواء انتى او هو لا انا دول بعالجهم عشان نحد من الطلاق هنا لكن هنا قبل ما توصل للماذون لازم تعرف يعنى ايه جواز لازم تعرفى ان انت هتشيلى بيت ومسؤوليه بيت واولاد وتربي وترضعي وتعلمي وتصحي بدري وتشوفي ولادك وتشوفي جوزك وراحة جوزك الموضوع مش لعبة الموضوع أنا ببتجوز عشان أخد صورة الزفاف سكرين شوت إن أنا عاملة فرح حلو إن أنا راح هانيمون لا لا الجواز مسؤولية لأن بيبقى فيه ولاد فيه أطفال ونفسيتك أنت على فكرة لو ما عشتيش حلو أنت بتبقي مش أنت وهو ما بيبقاش هو خلاص فوحده لم الشمل دي كمان بقت عندها مسؤوليه اللي هو المقبلين على الجواز ان انا ااهلهم وافهمهم يعني ايه جواز شرعا وقانونا اعرف حقوقي وحقوق الناس كمان اللي هتبقى في رقبتي هيكون معانا النهارده في الاستوديو الشيخ محمود عويس عضو مركز الازهر العالمي للفتاوى الالكترونيه وهنتكلم معاه عن الوحده دي في ناس كتير ما تعرفش ان في وحده في الازهر الشريف اسمها لم الشمل والدور اللي بتقوم بيه وازاي نتواصل مع الوحده دي طب هو انا لازم اروح وانا متطلقه طب هل لو انا عندي مشكله عاديه ممكن اروح وحده لم الشمل دي ولا لا طب لو انا عندي مشاكل مع اهلي مش شرط بقى مع جوزي ولا مع اولادي هل برضو الوحده دي تقدر تساعدني يعني وحده لم الشمل دي هل تخصصها علاقات زوجيه بس ولا انا واخواتي ولا انا واولادي ولا اي مشكله ممكن تقابلني كل ده هنعرفه النهارده في الحلقه